بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم زيارة وبشارة. إن شاء الله حنزور النهاردة رجل صالح جاء ذكره في القرآن، وجد قصته قصة عجيبة تدل قد إيه على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. جاءت قصته في سورة البقرة. صاحبنا ده يا حضرات ماشي في أمان الله، ركب الحمار بتاعه ومعدي على قرية في فلسطين في بلاد الشام، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لا فيها بشر ولا فيها شيء، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، سبحانك يا رب. القرية دي ربنا يحييها إزاي؟ إيه اللي يحصل يا حضرات؟ يموت مكانه، فأماته الله كتير 100 عام، 100 سنة، اللي هو سيدنا عزير. حاجة عظيمة جدا، راجل صالح ماشي لقى قرية ما فيهاش بشر، خاوية على عروشها متدمرة. يعني عارف لما تمر على آثار الحرب العالمية الأولى ولا آثار الحرب العالمية الثانية، آثار كده. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، سبحان الله إزاي؟ فأماته الله 100 عام، 100 سنة، وهو كان راكب الحمار أعزكم الله ومعاه الأكل بتاعه. وبعد 100 سنة ربنا بعثه، قال كم لبثت؟ لبثت بحرف الثاء يعني مكثت، غير لبثت بحرف السين يعني لبست الملابس بتاعتي. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنا نمت النهار كله أو كم ساعة كده في النهار، ما يقصدش يوما يعني 24 ساعة، يقصد النهار يعني. قال بل لبثت 100 عام. يا الله يا الله، 100 سنة. قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يتسنى يعني لم يتغير بمرور السنين عليه. طب إزاي؟ تخيل واحد بيقول لك أنا كان معايا أكل وشرب، وهو اللي ركب حماره معاه أكل وشرب، الأكل بتاعه ده صلاحيته تبقى قد إيه؟ 5، 6، 7، 10 ساعات؟ إنما 100 سنة، صلاحيته 100 سنة في الجو. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. الحمار طبعا كان ميت خالص، تراب. ولنجعلك آية للناس، آية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فأمل أعزكم الله الحمار بقى تكون قدامه كده، التراب يتجمع بقى عظم، والعظم يكسى لحم، حد ما الحمار بقى تمام. طب إزاي هو هنقول إنه ميت؟ سيدنا عزير في مساحة 3 متر في 3 متر مثلا، الحمار مات وتحلل، وسيدنا عزير صحي من الموت زي ما هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، ولا ضوافره طولت ولا شعره طول ولا أي حاجة خالص، والأكل بتاعه ما تغيرش. طب إزاي الأكل ما تغيرش والحمار مات وتحلل؟ حاجة عجيبة صح؟ يعني إزاي تحط حاجة في التلاجة فتلاقي نصها تجمد ونصها سخن، أو تحط حاجة في الميكرويف فتلاقي نصها سخن ونصها متلج؟ طب إزاي؟ ما هو الميكرويف يسخن والتلاجة تسقع كل، إنما في مكان واحد يحصل له حاجتين اتنين عكس بعض، معجزة القبض ومعجزة البسط. يعني إيه؟ كأنه الأكل ما مرش عليه الزمن فزي ما هو، بس الحمار مر عليه الزمن فمات وتحلل. يا سبحان الله، فعلا ربنا القابض الباسط. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا سبحان الله، معجزة. بالمناسبة سيدنا عزير ده يا حضرات كان أحد 4 في التاريخ اللي حفظ التوراة. سيدنا موسى بن عمران حفظ التوراة، وسيدنا يوشع بن نون تلميذ سيدنا موسى حفظ التوراة، وسيدنا عزير حفظ التوراة، وسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حفظ التوراة. اتعلمنا النهاردة إنه ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. زرنا سيدنا عزير وتعلمنا البشارة، أي حاجة نفسك فيها اطلبها من ربنا، إنما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.